يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وخصوصا الأنصار منهم والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم والمسلمين أجمعين من النار. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. ويقول أيضا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نسأله سبحانه أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين. إخوة الإيمان، الأمن يعتبر من أهم مطالب الحياة، بل هو أحد أهم ركائز المجتمع. الأمن هو المرتكز الأساس لكل عوامل البناء والتنمية. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن الأمن يتحدث عنه على أنه ثلث الحياة، فيقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أي أن هذه الدنيا قد نختصرها في ثلاثة أمور: في الأمن والسلم، في الصحة الجسدية والعقلية والروحية كذلك، والمطعم والمشرب. عنده قوت يومه، ما يحتاجه الإنسان في يومه. وإذا تأمل الإنسان في واقعه، وإذا تأمل الإنسان في حاضره، في حياته، يجد والحمد لله أن هذه الأمور متوفرة عند الأغلبية، إن لم تكن متوفرة عند الجميع. نعيش والحمد لله في أمن وأمان وسلم وسلام. وفاقد الشيء هو الذي يستشعر عظمة الأمر، الذي يعيش في الحروب ويعيش في المخاطر ويعيش في أماكن مظلمة إن صح التعبير، هذا الإنسان هو الذي يستشعر قيمة الأمن والأمان. والذي يجب علينا، الواجب علينا كمؤمنين كمسلمين، أن نحافظ على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا وأن نشكره عليها. والمحافظة على النعمة أو شكر النعمة لا يقتصر أيها الإخوة والأخوات على
الكلام والألفاظ فقط، بل يحتاج منا إلى عمل. شكر النعمة لا تكفي، أو لا يكفي أن يقول الإنسان الحمد لله والشكر لله على نعمة الأمن، والحمد لله والشكر لله على نعمة الصحة. القرآن دقيق في مثل هذه الأمور أيها الإخوة، القرآن دقيق، ويتجلى هذا الأمر في آية عظيمة يقول الله فيها: وإن تعدوا، ودعونا نتأمل كلام الله، وإن تعدوا نعمة، بالإفراد مفردة، نعمة نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإحصاء، الإحصاء معروف عنه أنه يكون في الشيء الكثير، واحد واثنان وثلاثة، هذا هو الإحصاء. فكيف يكون الإحصاء في نعمة واحدة؟ الحق سبحانه عز وجل في هذه الآية يشير إلى أن النعمة الواحدة هي في الحقيقة نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولو تأملنا نعمة الأمن مثلا، لوجدنا أن نعمة الأمن يندرج تحتها نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فبسبب الأمن نحيا حياة هنيئة مليئة، بسبب الأمن يعيش أولادنا حياة يستطيعون أن يدرسوا فيها وأن يتعلموا فيها وأن يعملوا فيها، والسبب في ذلك أننا نعيش في أمن وأمان. فهي نعمة واحدة لكنها في الحقيقة وفي الأصل نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. نعمة البصر نعمة كذلك، بالبصر نرى الطريق، بالبصر نقرأ، بالبصر نتعلم، بالبصر نفرق بين الجميل والخبيث، كل هذا بنعمة البصر. فهي في الحقيقة نعمة واحدة لكنها في الأصل نعم كثيرة. والمؤمن ينبغي أن يستشعر مثل هذه الأمور، على أن الأمن ليس أمر عادي عابر، بل يفتقده الكثير من الناس في هذا الزمن الذي نعيش فيه. كثر فيه القتل، وكثر فيه الظلم، وكثر فيه العنف، ولقد كنا شهودا على مجازر وقعت ولا زالت تقع في هذا العالم والواقع الذي نعيش فيه. ولهذا نجد أن القرآن حينما ذكر كفار قريش بالنعم التي أنعم الله بها عليهم قال: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الأمن الذي نحن الذي نعيش فيه هو نعمة عظيمة جليلة القدر أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نستشعرها وأن نسخر هذه النعم لعبادة الله سبحانه عز وجل. بل قدم الأمن على الغذاء الجسدي، فقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، عاد بعد ذلك يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قدم الله عز وجل الأمن على الأشياء التي يحتاجها الإنسان في حياته كالغذاء. إذا لم تكن في محيط آمن حتى الغذاء لا تستشعره ولا تتلذذ به، لأنك فاقد لأحد أهم ركائز المجتمع. إذ لا تحصل الطمأنينة أيها الإخوة والأخوات في حياة الإنسان، لا تحصل أبدا إلا بالأمن والأمان، وكما ذكرنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، بل حثنا على أن ننشر الأمن والأمان والسلم والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أو إن فعلتموه تحاببتم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. الكثير منا يرى أن إفشاء السلام هو قول الإنسان لإخوانه السلام عليكم ورحمة الله، وهذا تجلي من التجليات،
لكن السلم أو إفشاء السلام أيها الإخوة لا يقتصر على قول الإنسان السلام عليكم فقط. إذن ينبغي أن ننظر إلى حيثيات أخرى نستطيع من خلالها أن ننشر السلام، وأولى هذه الأمور أن تشعر بالأمن والسلام الداخلي، الداخلي في جسدك، في روحك، في قلبك، أن تنقي قلبك من الأوساخ والأدران والحقد والغل والكراهية، لا لإخوانك في مسجدك فقط ولا لجيرانك وأقربائك، بل لعامة الناس. إذا لم ينقي الإنسان قلبه من هذه الأدران ومن هذه الأوساخ التي لا تليق بالإنسان المؤمن، فلو قال 100,000 مرة السلام عليكم لا قيمة لها، لا قيمة لها. لماذا؟ لأن داخل الإنسان لا زال قلبه مريضا بهذه الأدران وبهذه الأوساخ. فإفشاء السلام يكون بتنقية القلب أولا، ثم بالسلام على الناس ثانيا. حينما يقول الإنسان السلام عليكم فهو يعد بأن يحميهم وأن يحفظ أمنهم وأن يفشي السلام بينه وبين من يسلم عليهم. وأول من تبدأ به وعليهم السلام أولادك، زوجك. إذا لم تكن الزوجة تعيش آمنة مستقرة في بيت زوجها فأين ستشعر بهذا الأمن والاستقرار؟ أولادك إذا كانوا لا يعيشون في أمن واستقرار في بيتهم فسيبحثون عنه حتما في أماكن خارج البيت. وأنتم تعرفون أخطار هذا الأمر، وخاصة البنات. إذا لم تشعر بالحنان والرحمة والأمن والأمان داخل بيت أسرتها فستبحث عنه حتما في أماكن أخرى عند أشخاص آخرين، وقد يكونون هؤلاء الناس يعني كذابين أو كذابون فقط، يلعبون بعواطف الناس. ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه الأمن، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ستر العورة والأمن في حياة الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وينبغي أن نتمسك بهذا الدعاء لا لفظا فقط وإنما فهما وتدبرا وعملا. ومما يدل على أهمية الأمن وخطره وعظيم أثره في الكون والحياة أنه منذ اللحظة الأولى أرادت الملائكة أن تطمئن على هذه الأرض. الله عز وجل حينما خلق الإنسان أخبر الملائكة، قالت الملائكة لربنا سبحانه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا الإنسان المؤمن كرمه الله سبحانه عز وجل، لكن في نفس الوقت أعطاك مهمة ينبغي أن تحققها، وهي عكس ما ظنت الملائكة أنك ستفسد في هذه الأرض وستسفك الدماء. فلهذا الله عز وجل يتباهى في الملأ الأعلى بأمثال هؤلاء الناس الذين يعبدون الله عز وجل ويسعون في الأرض أن ينشروا الأمن والإيمان والسلم والسلام. وإذا تأملنا كلمة الإسلام نجد أنها مشتقة من لفظ السلام، وإذا تأملنا في مفهوم الإيمان وجدنا أنه مشتق من الأمان. فالإسلام يدور حول الأمن والأمان، الأمن الداخلي والأمن الخارجي. وبعد ذلك قال الله عز وجل لملائكته: وعلم آدم الأسماء. وكأن الحق سبحانه عز وجل يشير إلى أن الغاية من خلق الإنسان أن يعلمه، أن يربيه، أن يزكيه. العلم ليس مجرد المعرفة فقط، لا قدر للمعرفة ولا للعلم إن لم تكن مقرونة أو إن لم يكن مقرونا بالعمل. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إيمان داخلي وعملوا الصالحات. فقارن سبحانه عز وجل بين الإيمان الذي ينبثق من القلب والفؤاد بالعمل الصالح المشهود والملاحظ
بين الناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا أردنا أن ننشئ جيلا يتمتع بهذا الأمن ويتمتع بالأمان ينبغي أن نركز على أمور، منها أن نجعل قضية أو مفهوم الأمن والأمان قضية تربوية، بمعنى آخر أن نحث أولادنا وأطفالنا على هذا الأمر، على نشر الأمن وعلى نشر السلم وعلى نشر السلام فيما بينهم، فيما بين إخوانهم، فيما بين أفراد عائلتهم، فيما بين أفراد مجتمعهم، أن نجعل الأمن والأمان جزءا لا يتجزأ من تربيتنا لأولادنا. والمساجد كذلك، المراكز التعليمية كذلك، المدارس، الإعلام، كلهم مسؤولون عن نشر هذه الثقافة، ثقافة الأمن التي نحتاجها في كل علاقاتنا، في علاقة الإنسان بنفسه، في علاقة الإنسان ببيئته، بل حتى في علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. ثانيا الاستقرار، أن نربي أنفسنا وأولادنا على الاستقرار النفسي والروحي والمجتمعي، أن نربيهم على ذلك. يقول الحق سبحانه في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فحينما يتحدث الناس عن خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، البعض يقف هنا، وأنا أقول دائما لا، بل ينبغي أن نكمل الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الطريق إلى نشر السلم والسلام. ثالثا أن نستشعر عظمة السلام وأن ننشرها فيما بين الناس، كيف لا، والحق سبحانه عز وجل يدعو إلى دار السلام وهو السلام. يقول الحق: والله يدعو إلى دار السلام. وكأن الحق يريد أن يخبرنا وأن يعلمنا أن الطريق إلى الجنة هو السلام، فلهذا سمى الجنة بدار السلام. ويقول سبحانه أيضا في آية أخرى من سورة يونس: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. بل سمى الآخرة بمجموعها، سماها دار السلام، فقال سبحانه: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. نسأله سبحانه عز وجل أن يرزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار والطمأنينة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.